وفي دعم قطاع غزة، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه استلمت 4760 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح البري منذ 21 من أكتوبر الماضي. وأوضحت الجمعية أن الشاحنات احتوت على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، لافتة إلى أن إجمالية حصتها من الشاحنات بلغ 3049 شاحنة، فيما تم تسليم 1711 شاحنة لصالح وكالة الأونروا وجهات أخرى.